يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قمت اليوم بدعوة أحد العمال إلى الإسلام فقبل الدعوة وطلب مني أن أعطيه تفسيرا للقرآن الكريم بلغته، هل يجوز لي أن أعطيه هذا التفسير الذي بلغته أو إنما أعطيه كتابا آخر فيه تعليم عن الإسلام؟ لا، هو ترجموا معاني القرآن الكريم، ترجموها وأرسلوها إلى الدعاة في الخارج ليعطوها من يرغب من الكفار لأجل أن يعرف معاني القرآن. أما نفس القرآن فلا يترجم ولا يجوز ولا يمكن أيضا، لكن ترجمة معانيه تفسيره لا بأس، تعطيه ترجمة التفسير. نعم، يسمى ترجمة معاني القرآن الكريم ولا يقال ترجمة القرآن الكريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يوزع الآن، ترجمة معاني القرآن توزع الآن في مكاتب التعاون وفي المراكز الإسلامية ومن مجمع المصحف ومن رابطة العالم الإسلامي، يوزع ترجمة معاني القرآن الكريم. نعم، احصل على نسخة وأعطيه إياها. نعم.